من ستفتح الغطاء أولاً؟ مهلاً، لمساعدتنا على الاختيار سنرمي هذا القرش. أختار الصورة وحصلت عليها. يبدو أن هانا ستبدأ أولاً. انظري لهذا، وحصلت أميلي على قرش أيضاً. هناك شيء مختلف في هذا القرش، ربما لأنه صالح للأكل. كلا، قرشك حقيقي يا هانا. يا مقزز، في المقابل طعم قرش أميلي لذيذ. هذا غير عادل. آسفة يا صديقتي، يمكنك الحصول على هذا القرش. مرحبا، أنا الآن على بعد خطوة واحدة فقط من تلك السيارة الجديدة، ربما نصف خطوة. ستحتاج لأكثر من ذلك بكثير. في الجولة التالية لنفتح أطباق بعض. بلاستيك مقابل شوكولاتة، تبدو لذيذة. يا له من لوح شوكولاتة صغير وجميل. يا لسوء حظي، اللقمة الأولى هي الأفضل دائماً. ما الذي يجب علي فعله الآن؟ وجدتها. مع هذه البطاقة الائتمانية سأذهب إلى مركز التسوق. ليس من الصعب الحصول على مظهر أنيق طالما أن لديك الكثير من الأموال. كان ذلك رائعاً. هل أنت موجودة يا أميلي؟ يا ترى ما الحد الائتماني لهذه البطاقة؟ مع كل هذه الأموال سأكسو نفسي بمجوهرات ثمينة. أترين هذه الخواتم؟ كلها ملكية. واو، هذا النوع من البلاستيك يتفوق على الشوكولاتة دائماً. لحظة، هيا أعطيني بعض النقود. كلا، حسناً، لن يقوم أي أحد متسوق اليوم. من يريد بعض الشوكولاتة؟ ماذا سنأكل في هذه الجولة؟ هل هذا سموذي خضار أخضر؟ ما الذي حصلت عليه يا أليس؟ كولا باردة. يمكن أن يكون طعم هذا الشيء حلواً؟ رائحته مثل رائحة العشب. حسناً، سأتناول مشروبي. ألن تجربيه يا أوليفيا؟ حانت اللحظة الحاسمة. هل أحضر أي أحد ماصة شرب لهذه الفتاة؟ ما هذه الفوضى؟ لا أصدق أني شربته كله. أتمنى بشدة ألا يصيبني بالإسهال. وأنا أيضاً يا أوليفيا، لا يمكن أن يكون بذلك السوء. سأجربه. تهانينا على عدم تقيؤك هذا الشراب يا أوليفيا. لماذا لا تنظرين إلى طبقي أولاً يا أليس؟ ماذا؟ رقائق بطاطس؟ أما بالنسبة لي أليس، فقد حصلت على رقائق تفاح. إنهما مختلفان تماماً. انتظري لحظة يا أوليفيا، أقوم بتجهيز الأطباق هنا. حسناً، افتحي عينيك الآن. أوف، لم أرغب برؤية هذا على طبقي. إنه نصيبك، أليس كذلك يا أليس؟ أوافقها الرأي. لم أجرب رقائق التفاح قبل الآن، لكن هناك مرة أولى لكل شيء. رائحتها غريبة بعض الشيء. حسناً، سأجربها الآن. مهلاً، إن طعمها مثل طعم الحلوى في الواقع. ربما استعجلنا في الحكم عليها. من يريد سوشي؟ من المؤكد أنه يبدو لذيذاً. صلصة خل البلسمك؟ حلف الحظ إيميلي مع صلصة الصويا. حسناً، هل يجب أن نبدأ الغمس؟ تبدو صلصتي جيدة للغاية. لم يسبق لي وضع خل البلسمك على طعام ياباني. يشبه صلصة الصويا كثيراً، صحيح؟
هل أنت متأكدة من أنك لا تريدين هذه القطعة يا أميلي؟ أمل ألا تجعلني هذه تجربة أكره السوشية. واو، طعمه ليس سيئاً. أعتقد أني سأتناول صلصة الصويا. أو طعمه قوي. حان وقت تناول السوشي بطريقة صحيحة. هذا جيد. هذا السوشي الحقيقي. من المؤكد أنك عرفت هذا الشيء. لا شيء خارج عن المألوف في الخبز الأبيض. أجل، زبدة الدهن هذه مصنوعة للخبز. سأتناول طعامي أولاً. أتناول هذا المزيج على الفطور كل صباح. لذيذ. السردين؟ بجد؟ لست من محبي الأسماك المعلبة. يا من الأفضل أن أنتهي من تناول هذا الشيء. إن قوامه زلق. لا تنسي بقية السمكة. هذا جيد. أوف، بالكاد أستطيع رؤية ذلك. طعمه سيء بقدر رائحته تقريبا. لقمة واحدة كانت أكثر من كافية. شكرا أوليفيا. يبدو أن أحدهم سيصبح مساعداً مميزاً جداً. أنت تعالي للحظة. من؟ أنا؟ حسناً، سأتطوع للمساعدة. ماذا عساه أن يكون؟ لدي إحساس بأن آليس ستندم على تطوعها للحركة. يبدو أنه يريد أن تجلسي على كتفيه. وها نحن نرتفع. انتظر، ماذا تفعل بساقي؟ وراحت منا. أتمنى ألا تشعر بالدوار هنا. يا للهول، تبدو مثل حركة رقص خطيرة أكثر من خدعة بهلوانية. يا بنات أجلسوني، أشعر بالدوار. ما لن أرأيتمان هناك؟ ربما يجب أن تحاول كلير وأوليفيا معك. اقفزي يا فتاة. لا أعلم إن كان بإمكاني حملك. أو لا، لقد سقطت. هذا مؤلم. أوليفيا، ربما الأفضل أن تحملي أليس. مستعدة لرحلة أخرى أليس؟ يبدو أن كتفي أوليفيا غير قويين بما يكفي لهذه الحركة. على الأقل أعطيناها فرصة جيدة، صحيح؟ ماذا سنفعل الآن؟ أنا أعرف. لما لا نمسك بأيدي بعضنا وندور بالطريقة القديمة؟ يبدو وكأن البنات عدن بالزمن إلى الطفولة. لم أستمتع بوقتي هكذا منذ سنوات. أنا سعيدة لأني لم أكل ذلك البرجر قبل هذا. هل أنا حمقاء لأدور هكذا للمرة الثانية على التوالي؟ بالراحة يا فتيات حتى لا تفقدن السيطرة. أوبس، هذا ما قصدت. هل يقول برجر مجاني؟ يجب أن أخبر الفتيات. انظري جيدا إلى هذه الحركة، إنها أكثر تعقيدا. يبدو صعبا قليلا، ولكننا قادرة على فعله، أليس كذلك؟ أو بالأحرى أنت وآليس. بمجرد الإمساك جيدا بأيدي بعضكما يمكنكما محاولة رفع تلك الساقين في الهواء. لماذا لا ننجح؟ هذا ليس جميلا. كانت تلك أسوأ محاولة لحركة بهلوانية على الإطلاق. ربما يمكنني التجربة. عذراً يا كلير، يبدو أن الفتيات اكتفين من هذه الحركة. الخطوة التالية ستجعلك تتدحرجين. تمسكي بكاحلي شريكك وتدحرجي. واو، لم نرى مثل هذا من قبل. لا يمكن أن تكون هذه الحركة صعبة، أليس كذلك؟ إنها مجرد دحرجة مستمرة، صحيح؟ يبدو أن كلير ستستلقي على الأرض وتمسك بكاحلي أليس. لو يمكنني الوصول إلى كاحليك دون الوقوع عليك. وهيا ننطلق. جاهزة لنتدحرج. انظري، لقد نجحنا. واو. أوبس، أسفة يا أوليفيا. هل تمانعين إن أكلت منها؟ أتضور جوعا. الدحرجة تفتح الشهية.